تعرف يا إدوارد، أنا بقالي 37 سنة معتزلة. الفنانة المعتزلة شمس البارودي هي إحدى نجمات جيل السبعينات والثمانينات في السينما المصرية. هي حالة فنية فريدة لا تنسى، تربعت على عرش النجومية لسنوات كتير جدا، وظلت هي نجمة الشباك الأكثر بطولات في جيلها. وفجأة وبدون مقدمات سابت كل البريق والنجومية واعتزلت ولبست الحجاب وعاشت حياتها بعيدا عن الأضواء عشان تقرب أكتر لربنا وتتفقه في الدين أكتر وتعيش حياتها كزوجة وأم بعيدا عن النجومية والأضواء. وبالرغم من اعتزالها وارتدائها الحجاب من 38 سنة، إلى أن أخبارها ما زالت تحتل ترندات على كل السوشيال ميديا. ناس قالت إنها هترجع للفن تاني بحجابها في مسلسل بيحكي عن حياتها، وناس تانية قالت إنها هتقدم برنامج ديني. ولكن في حوار خاص لأحد المصادر عرفنا إن الفنانة شمس البارودي وافقت بشروطها لتقديم مذكراتها في حلقات برنامج تلفزيوني تكون مليانة بالأسرار والمحطات المهمة في حياتها. دي إشاعة سنوية بتطلع في رمضان، السنة دي طلعوها بدري شوي. الشعب بقى لها 30 شمس معتزلة، بقى لها 37 سنة ولا تفكر ابدا لا تقف قدام الكاميرا مره ثانيه. المشهد الاول في مذكرات شمس البارودي كان عن والدتها اللي علمتها ان اهم وظيفه في حياه المراه هي بيتها واولادها، واتكلمت برضو عن والدها اللي علمها التدين وحب الله وجبر الخواطر للناس كلها. المشهد التاني كان عن وفاة أختها إلهام اللي كان عندها سنة، وقالت إنها لا يمكن تنسى الجريمة دي اللي تم نشرها في الجرايد والمجلات، وما قدرتش تنسى إزاي ماتت بصورة بشعة جدا. إلهام أخت شمس البارودي اختفت في يوم من الأيام، وبدأت رحلة البحث عنها، ولكن في الآخر لقوها في المقابر وعرفوا إن المساعدة أو المربية خطفتها وخدت منها كل الذهب اللي كانت لابساه وسابتها عند المقابر. إلهام أختها فضلت لوحدها 3 أيام لا بتاكل ولا بتشرب، وعاشت يومين بس بعدها وتوفت في اليوم الثالث بعد أن تدهورت صحتها تماما، وكانت صدمة كبيرة جدا للأسرة كلها. وده كان سبب قوي جدا إن شمس البارودي طول حياتها عمر ما كان عندها مساعدة في بيتها لرعاية ولادها أثناء شغلها، ولو اضطر الأمر كانت بتسيبهم مع مامتها أو أخت من إخواتها لحد ما ترجع عشان تكون مطمنة عليهم أكتر. أما عن دخولها عالم الفن، فقالت شمس إنها لما حصلت في الثانوية العامة على مجموع أقل من كلية الحقوق وكلية الفنون الجميلة، باباها قدم لها في معهد السينما ومعهد الفنون المسرحية، واتقبلت في المعهدين وقررت تدخل معهد الفنون المسرحية. أول عمل قامت بيه كان مع المخرج عبد المنعم شكري لما استعان بيها في مسلسل قطر الندى. بعد كده تم تصويرها على غلاف مجلة الجيل، وخطوة غلاف المجلة فتحت ليها أبواب تانية كتير، لأن الغلاف ده شافته المنتجة ماري كويني فطلبت منها تشارك في دور صغير في فيلم مع الفنانة ماجدة الصباحي، وبعد كده شاركت في مسلسل العسل المر اللي بعده اختارتها الفنانة هند رستم في فيلم الراهبة، وانطلقت بعدها في عالم التمثيل. أما عن زواجها من الفنان حسن يوسف، فقالت كنت بتضايق منه كتير وغضبت منه كتير، لأنه دايما في الأفلام اللي كانت بتجمعنا مع بعض كان بيسخر مني أو يهزر معايا، وأنا ما كنتش متعودة على الهزار ده وكنت بتضايق جدا من كلامه الجريء قدام الناس. ولكن في يوم من الأيام وأنا بصور أحد أفلامي في سوريا زارني أهل والدي اللي عايشين في سوريا، وتعرفوا على حسن يوسف وكانوا معجبين بيه كممثل وعزموه على الغداء في بيتهم، وبناء عليه بدأت بينهم علاقة صداقة قوية. وعرفت بعد كده انه كان عايز يتعرف اكتر على الاهلي عشان يجي يطلب ايدي من بابا. بعد ما خلصنا تصوير الفيلم رجعت مصر، وهو فضل في سوريا عشان كان عنده تصوير فيلم تاني مع الفنانة نبيل عبيد، واتصل بيا وطلب مني انه يقابلني بمجرد ما يوصل مصر، وتمت المقابلة وبالفعل اعجبت بيه جدا وبشخصيته، وحسيت انه انسان صادق ومحترم، واتجوزنا سنة 1972. أما عن نقطة الاعتزال وارتداء الحجاب، شمس البارودي اعتزلت من 40 سنة تقريبا ولبست حجابها والتزمت بيه جدا، حتى إنها في الأول كانت مقبلة على خطوة لبس النقاب، ولكن انتشرت بعدها إشاعات كتير إنها قلعت الحجاب وهترجع للتمثيل تاني، ولكن في كل مرة كانت بتنفي بنفسها الشائعات دي تماما، وقالت إنها بعدت عن الفن بكل أشكاله، ولا ناوية ترجع ولا ناوية تعمل مسلسل عن قصة حياتها ولا عمرها هتقوم بدور الداعية وتعمل برنامج ديني.
دي إشاعة سنوية بتطلع في رمضان. السنة دي طلعوها بدري شوي. دي إشاعة بقالها 30 شمس معتزلة بقالها 37 سنة. ولا تفكر أبدا لا تقف قدام الكاميرا مرة تانية. ولكنها ما زالت بتتابع أخبار الفن من بعيد لبعيد، لأن ما زال في علاقة بتربطها بيه من خلال جوزها حسن يوسف وابنها عمر. تعطي خالص من لا طبعا وجود حسن يوسف في المجال الفني لازم أتابع. وبعدين بقى عمر كمان دخل يعني أنا بتابع عشان كده، عشان جوزي وابني. واتكلمت في موضوع تمثيل قصة حياتها وقالت: لا أقبل أن يجسد أحد قصة حياتي، وأوصيت أبنائي أن يقادوا أي شخص يقدم على هذا العمل، ولكن يمكن أن أوافق على أن يتم تجسيد سيرتي بصوتي فقط وبصور من حياتي وعائلتي الأفلام الوثائقية. ونختم قصة حياة شمس البارودي بصور نشرتها مؤخرا من ألبوماتها بتاعت زمان الأبيض واسود. تعالوا نشوفهم مع بعض.